هذا الفيديو برعاية يوتيوبلينك.com مساندكم المجاني لقناة يوتيوب ناجحة. في منتصف شهر نوفمبر أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مخاوفه خلال الاجتماع مع رئيس وزراء كمبوديا هون سين بشأن ما أوردته تقارير عن أنشطة صينية في قاعدة ريام البحرية في كمبوديا على خليج تايلاند. وشدد الرئيس الأمريكي على أهمية الشفافية الكاملة منع لحدوث خلاف في تقدير الأمور ينتج عنها تصاعد لأزمات عالمية جديدة بين البلدين. فما قصة قاعدة ريام التي تشك الولايات المتحدة أن للصين هدف آخر منها وأنها تعمل في سرية على تدبير أمر خطير في المنطقة؟ لكن قبل البدء، المرجو للاشتراك في قناة غموض وحقائق وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. دولة كمبوديا الواقعة في جنوب شرق آسيا ربما لا تكون هي الدولة التي يمكنها خوض حرب تؤثر على جميع دول العالم، فيمكننا القول بأنها دولة إلى حد ما سلمية تماما. ولكن سبب الخلاف الواقع بينها وبين الولايات المتحدة والأمر الذي أثار قلق الرئيس جو بايدن خلال آخر اجتماع بينه وبين رئيس وزراء كمبوديا، سبب هذا القلق هو ظهور الصين في هذه الدولة. وبالتأكيد أمر كهذا لابد أن يثير قلق الأمريكان، خصوصا وأن الصين تضع يدها وقوتها على قاعدة ريام الكمبودية، وهذا الأمر بلا شك يعطيها اليد العليا في تلك المنطقة في حالة نشوء خلاف أو حالة حرب بينها وبين أي دولة على الحدود الجنوبية للصين. فتلك الامتيازات التي حصلت عليها الصين من خلال وضع قواتها في تلك القاعدة البحرية كانت كفيلة بدب الرعب في قلوب الأمريكان. وبالطبع لم يهدأ بال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد معرفته بتلك الخطوة القوية التي اتخذتها الصين في هذا الوقت بالتحديد، فتوجه إلى كمبوديا وشارك في قمة حكماء شرق آسيا والتقى بحلفائه هناك، ولمح خلال اللقاء أن بلاده قلقة من قاعدة ريام البحرية وأنه يطالب دولة كمبوديا بتحري الشفافية مع واشنطن حتى لا يتسبب ذلك في نشوء تداعيات حرب بين البلدين. وبعد زلة لسانه كعادته بتلك المخاوف والتحذيرات، خرج زعماء المشاركين بالقمة بالهجوم عليه في المقابل ويزعمون أنه يتدخل في شؤون الدول الآسيوية بدون وجه حق ويعطي نفسه وبلاده تلك السلطة المطلقة. وفي مقابل تلك التصريحات من الزعماء الآسيويين، رفع البيت الأبيض حدة تصريحاته مشددا إلى أن بلاده مستعدة لخوض صراع آخر مع الصين في حال ثبت ضدها أي تصرف يهدد أمن المنطقة أو زيادة نفوذها في الأراضي والدول المحيطة. وبدأ جو بايدن في تلك الأثناء بحشد دول اليابان والاستراليا وكوريا الجنوبية ضد الصين ويحذرهم من كمبوديا هي الأخرى، ويؤكد وعي الولايات المتحدة أخيرا بخطورة قاعدة الصين في كمبوديا والتي لا زالت إلى الآن تنفي وجود أي نية لعسكرة تلك القاعدة. ولكن صور الأقمار الصناعية تثبت عكس ذلك بالإضافة إلى المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، وهو الأمر الذي دعا روسيا الدخول في تلك الأحداث لأنه يرى فرصة لبلاده فيها. فبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف واشنطن والناتو لمحاولتهم السيطرة على آسيا والمحيط الهادئ عبر نشر قواتها في تلك المناطق بداعي حفظ السلام وتأمين الدول الحليفة للأمريكان. وليس هذا فحسب، بل أيضا لكبح مصالح الصين وروسيا في تلك المنطقة. وعندما بدأ الأمر بالتوسع بين الدول الكبرى، تدخل الرئيس الكمبودي سريعا لتوضيح الأمور قبل أن ينفلت ذمام الأمور وتخرج عن السيطرة. فأكد للجميع أن بلاده تعتمد تلك القاعدة كقاعدة لإصلاح السفن، إلا أن هذا النفي لم يفلح مع الأمريكان، لأن واشنطن لديها معلومات استخباراتية مؤكدة بأن الصين تشيد قاعدة عسكرية لها في قاعدة ريام البحرية على خليج تايلاند في كمبوديا، ويأتي ذلك في ظل إخفاء البلدين للتفاصيل الحقيقية لاستخدام هذه القاعدة. والهدف الغامض الذي يثير قلق الأمريكان، لأنه إذا ثبت أن الصين تستخدم تلك القاعدة لأغراض عسكرية، فستكون بذلك أول دولة وبالكاد تكون الوحيدة التي تمتلك قواعد عسكرية في المحيطين، وهذا بالتأكيد يجب أن يثير جنون واشنطن.
وهذا ليس وريد اللحظة، بل منذ زمن طويل، منذ أن اجتمعت الصين بكمبوديا ووضعوا معا حجر الأساس لتلك القاعدة، وزعموا أنها فقط مجرد قاعدة لإصلاح السفن. وخرج بعدها وزير الدفاع الكمبودي لينزع فتيل الأزمة المحتملة وينفي وجود أي ترتيبات لجعل تلك القاعدة قاعدة عسكرية، ولكن هذا التصريح لم يجعل الأمريكان يشعرون بالطمأنينة رغم تأكيدات كمبوديا المستمرة أنها لا تريد أن تسبب مشاكل لتلك المنطقة من العالم، وأنها لن تسمح ببناء أي ميناء أو قاعدة تهدد أمن أي دولة. كما أن الدستور الكمبودي يحظر إقامة أي قواعد أجنبية داخل البلاد، كل هذه تأمينات لأمريكا بأن الصين لا تنوي إقامة قاعدة جديدة لها في دولة أخرى. ولكن أمريكا تتذكر الوعد الذي أعطاه رئيس الصين الحالي للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بألا يجعل بحر الصين منطقة عسكرية، ولكن الآن نرى أن الصين قد بنت 3 جزر في ذلك البحر، وجعلت على كل جزيرة منهم قوات حربية وأسلحة ومعدات لوجستية ومتطورة. ولذلك تقوم الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتحذير الجميع من اتخاذ أي إجراء لا تحمد عقباه من أي طرف من الأطراف المشاركة في تلك الأزمة. كما أن السرية التي تنتهجها الصين في اتخاذ أي خطوة خارجية أو في قاعدة ريام يجعل الشك يدب في قلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولأنه لا يعلم ماذا يجري بالضبط لديه قلق مستمر وشبح يطارده في منامه اسمه الصين، لأن الصين تنفي وجود أي نشاط عسكري في قاعدة ريام، ولكن صور الأقمار الاصطناعية تثبت عكس ذلك، وتجعل قلق الولايات المتحدة من إنشاء الصين لقاعدة جديدة خارج حدودها أمرا شبه حقيقيا. وهذا يعني أيضا أنه إذا كانت الصين بالفعل خططت لجعل قاعدة ريام قاعدة عسكرية، فإنها ستكون قادرة على نشر قواتها بكافة أسلحتها الفتاكة في جميع أنحاء جنوب المحيط الهادئ، وذلك سيكون خلال فترة قصيرة. ومع انتشار وتوسع الجيش الصيني في بحر الصين وعلى طول ساحلها من المحيط الهادئ أيضا، ستكون الصين قادرة على الدفاع عن موانئها البحرية وحقول النفط ونشر قواتها في أي لحظة، وستكون قادرة على تدمير القواعد العسكرية الأمريكية في أي وقت، وبالإضافة إلى إعطائها ميزة نشر قواتها في جميع أنحاء المحيط الهادئ، أي أنه سيكون للصين نفوذا وقوة شديدة. وعلى الجانب الآخر ستكون الولايات المتحدة تحت تهديد وخطر مستمر، وستكون عرضة للهجوم من القوات الصينية في أي لحظة، خاصة وأن الصين تمهد إلى استعادة تايوان إليها مرة أخرى، ووقتها لن تكون قواعد الولايات المتحدة الأمريكية تساوي أي قيمة، لأنها ستكون دمرت بالكامل من قبل الجيش الصيني في حالة إن قررت واشنطن الدفاع عن تايوان. وبهذه الطريقة تكون الصين قد نالت سطوة كبيرة من الممكن أن تجعلها خليفة الولايات المتحدة بعد ذلك. إذا وصلت إلى هنا فلا تنسى أن تدعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، واترك لنا تعليقا، ولا تنسى أن تتابع قناة غموض وحقائق على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس.